هذا البرنامج برعاية بيت التمويل الكويتي. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج عين على الكويت. أغلق السوق الكويتي شهر أغسطس بتراجعات على مؤشراته الثلاثة، وكان مؤشر السوق الأول هو الأكثر تراجعا بسبب ضغوطات على الأسهم الممتازة التي كانت قد شهدت ارتفاعا خلال الفترة الأخيرة بسبب دخول استثمارات أجنبية. ويرى محللون أن عملية التصحيح والمخاوف من التطورات الإقليمية والحرب التجارية الجارية دعمت الضغوطات على السوق. كان شهر أغسطس هو المحطة التي توقفت عندها مكاسب البورصة الكويتية المستمرة منذ بداية العام، فقد أنهت المؤشرات ذلك الشهر متراجعة 2.5% لمؤشر السوق الأول و 1.5% للسوق الرئيسي، بعد أن تأثرت البورصة بعوامل التصحيح الفني وتجدد التوترات الإقليمية وسيناريوهات الحرب التجارية والمخاوف من الركود الاقتصادي العالمي. دائما ما نرتفع في أول تخنق الربع الأول والثاني، ودائما ما يكون بداية الربع الثالث هي نسبة انخفاضات نشوفها دائما في شهر 7 و8 فيها نوع من الهدوء. السنة هذه تأخرنا إلى شهر أغسطس، أنا أعتقد مع هذا الطرح للمؤشرات العالمية اللي حندخل فيها واحتمال زيادة نسب ما يسمى الشركات اللي ممكن تدخل في فوتسي والعمل الوزني في هذه المؤشرات، هذا يعطي إشارة أن ندخل سيولة كذلك إضافية في بداية 2020. تراجعات أغسطس استهدفت بشكل خاص الأسهم الممتازة في السوق الأول، لكن السوق نجح بشكل ما في الحفاظ على مستوى مقبول من سيولة التداول اليومية التي ظلت في فضاء 20 مليون دينار أغلب الجلسات، وصعدت إلى 30 مليون في جلسات أخرى. وإذا كانت الاستثمارات الأجنبية قد دعمت سيولة البورصة وحركتها، فإن قرب تنفيذ شريحة دخول أموال أجنبية جديدة قد تدفع بالسيولة إلى أسقف جديدة. أعتقد أن في اهتمام الآن مستمر في الأسهم في المؤشرات العالمية ومستثمرين المؤشرات العالمية، وإحنا يعني إحنا آخر دولة تقريبا انضمت لهذا الركب، وبالتالي عندنا رفاهية أن نشوف الأداء السابق للدول مجلس التعاون وشنو كان الأداء. فدراستنا وقراءتنا لأداء دول مثل الإمارات وقطر ومؤخرا المملكة العربية السعودية يخلينا متفائلين أن في، أعتقد السنة هذه راح تكون كويسة، بس أنا أحب أركز أنه لازم يكون عندنا رؤية ويكون استباقيين. في أغسطس وفي بادرة توحي بمزيد من الثقة والجاذبية للبورصة الكويتية، عاد اسم صناديق المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إلى التردد مجددا، بعد أن رفعت المؤسسة ملكياتها إلى ما فوق 5% في شركات الإنماء العقاري ومشاعر القابضة وبنك الخليج. وفي أغسطس صدرت أول رخصة صانع سوق لشركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي كيميفيك، وهو تطور طال انتظاره مصحوب بآمال بزيادة السيولة وبإنهاء عهد تدني الأسعار بشكل غير مبرر. هناك كثير من الشركات مهضوم وضعها بالسوق، يمكن تفعيل موضوع الماركت ميكينج، هذا في أكثر من شركة اهتمت وإحنا كنا مهتمين، لكن ما لقينا ذاك المردود الإيجابي للقيام بهذه الخدمة. بس نعم. إذا أرد وأكد لك أن إذا تم طرح المنتجات الجديدة بالبورصة، وعادة بأسواق المنطقة وأسواق العالم الشركة لما يصير في جروث الشركات القوية هي اللي بتبتدي تأخذ القيادة، أتوقع راح نلقى زخم في الشركات هذه، خصوصا الشركات اللي تستفيد من السوق. يرى محللون أن تراجعات بورصة الكويت في أغسطس كانت مبررة بعد أن تضخمت أسعار أسهم كثيرة، ويرون أن بناء مراكز مالية وتجميعا ربما ينطلق في الشهور التالية مع قرب استحقاقات مختلفة تتعلق بدخول أموال أجنبية والنتائج المالية المرتقبة. وشهدت الكويت نشاطا من حيث زيارات الوفود التجارية، فزار الكويت وفد بحريني بقيادة السيدة سونيا الجناحي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين للإعلان وتوجيه الدعاوى لمؤتمر أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب الذي سينعقد في المنامة في الشهر المقبل. كما زار الكويت وفد اندونيسي رفيع المستوى لعرض استثمارات في مجالات عديدة مثل الزراعة والصناعة والسياحة وللمساهمة في بناء العاصمة الجديدة التي تحل محل جاكرتا.
طيف واسع من الاستثمارات والأعمال تطرحها إندونيسيا على الكويت لتحسين أرقام ميزان التبادل التجاري المتواضعة والمتأرجحة بين 250 إلى 400 مليون دولار. وإندونيسيا دولة 17,000 جزيرة المسلحة بتعداد سكاني يتجاوز 260 مليون نسمة وناتج قومي مستقر عند 5%، تغازل الكويت باستثمارات في الصناعة والزراعة والسياحة والاقتصاد الرقمي. Of course, oil and gas for sure are very important. بالتأكيد النفط والغاز هما في غاية الأهمية، ولكن علينا أن ننظر إلى أبعد من ذلك. الابتكار، الاقتصاد الرقمي، الاقتصاد التفاعلي، بعض هذه الأمور التي تستحق أن تحظى باهتمامنا. قدموا دراسات متكاملة فيما يتعلق في الفرص الاستثمارية والفرص التجارية، وحقيقة يعني الجانب الكويتي مقتنع بأن هناك في فرص واعدة في إندونيسيا، لأن إندونيسيا تتقدم بشكل مضطرد وربما في المستقبل تصل إلى خامس اقتصاد في العالم. ونحن نجد ونشجع التجار ورجال الأعمال في الكويت أن يبحثوا الفرص الاستثمارية والتجارية في جمهورية إندونيسيا. تتزامن زيارة وفد تجاري واقتصادي إندونيسي إلى الكويت مع توجه الحكومة الإندونيسية إلى بناء عاصمة جديدة بديلة عن جاكرتا المهددة بالغرق والتي تعاني من الازدحام ومن المشاكل الفنية والبيئية. وبناء العاصمة علاوة على تطوير جاكرتا يحتاج إلى مشروعات باستثمارات تتجاوز 80 مليار دولار. It is not only just recently. It has been studied under a long time. أسباب كثيرة دعت الحكومة الإندونيسية إلى ذلك. فجاكرتا مزدحمة للغاية. إنها مدينة عمرها 400 سنة وتعاني من التكدس المروري والفيضانات والمشاكل البيئية والتلوث. الأسباب كثيرة وهي ليست حديثة العهد. فنحن ندرس ذلك منذ سنوات طويلة من قبل مجلس التخطيط. والآن قرر الرئيس جوكو أن يتم الانتقال قريباً. وكما تعرفون فإن الموقع الجديد في كلمنتان الشرقية هو في الوسط تماما وليس في الجزر، ونحن نأمل بأن يكون المكان في قلب الأرخبيل. تلك كانت الأسباب الجغرافية. هناك أسباب أخرى تدعونا لتركيز الأجهزة الحكومية وأجهزة التخطيط والأعمال، وهذا لا يعني التخلي عن جاكرتا، والمشروع يحتاج إلى استثمارات بقيمة 40 مليار دولار. وفي وقت تواجه الدول الأسيوية خطر التأثر بنيران الحرب التجارية بين واشنطن وبكين والركود الاقتصادي العالمي الذي يلوح في الأفق، تعرض إندونيسيا فرصا بديلة لتقوية التعاون والتعاون التحوط ضد المصاعب الاقتصادية المقبلة. Today's global climate is challenging for business. الأجواء العالمية مليئة بالتحديات لقطاع الأعمال، فعدم الثقة يضر بمجرى التجارة والاستثمار. الحرب التجارية ما بين أكبر اقتصاديتين في العالم وبين أكبر اقتصاديتين في جنوب آسيا أيضاً أصابتنا جميعاً بعدم الارتياح. المستثمرون يهرعون إلى السندات الحكومية التي تعد أأمن الأصول، ربما استعداداً لأزمات قادمة. الدولار الأمريكي يتجه إلى الارتفاع مقابل العديد من العملات، ويرى المستثمرون ذلك كإشارة لمخاطر قادمة. في ظل كل هذه الأمور الغير مريحة، إندونيسيا تسعى أن تقوي شراكاتنا لمواجهة هذه التحديات سوياً ولتوفير الثقة لأعمالنا واستثماراتنا. And we can do projects starting from digital project or investment. We have also large of oil. الوقت مناسب الآن لمجيء الاستثمارات إلى إندونيسيا، ونحن نطرح مشروعات تتعلق بالاستثمار في مجال التكنولوجيا الرقمية وفي النفط، خاصة في عمليات الحفر والتنقيب وكذلك التكرير. ولدينا مشروعات تتعلق بالزراعة واستغلال الأراضي للزراعة. Food security program for yourself. You do plantation not only from your plant, your firm, but also outside the countries. This makes you better.
وإلى جانب القدرات الطبيعية والإمكانات الصناعية تغازل إندونيسيا الدول العربية والإسلامية بتقديم نفسها كسوق جديد للاقتصاد الرقمي المتوافق مع الشريعة الإسلامية، وكبلد فيه أكثر من 55 مليونا من الطلبة والطالبات تطرح إندونيسيا مجالا للاستثمار في التعليم وفي بناء المنشآت التعليمية. بعد الفصل الخطوط الجوية الكويتية تستلم أول طائرة في أسطولها الجديد، كونوا معنا. هذا البرنامج برعاية بيت التمويل الكويتي. هذا البرنامج برعاية بيت التمويل الكويتي. أهلا بكم. مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية انطلقت بعد سنوات من التراجع واحتفلت باستلام أول طائرة من أسطولها الجديد الذي سيصل حجمه إلى 38 طائرة بحلول عام 2026. وكانت الفترة الأخيرة قد شهدت افتتاح المرحلة الأولى من مطار الكويت الجديد التي خصصت للنقل الوطني، الذي يتوقع أن يصل عدد ركابه بنهاية العام الحالي إلى 5 ملايين راكب، بنمو 500,000 راكب مقارنة بعام 2018. الطائرة الجديدة التي تسلمتها شركة الخطوط الجوية الكويتية تحظى بأهمية خاصة، ليس لكونها الأولى من أسطول حديث من 38 طائرة ستتسلمها الشركة على مدى السنوات المقبلة، لكن لأنها أول طائرة حديثة تتملكها الكويتية في إطار خطة التحديث، حيث أن معظم الطائرات العاملة حاليا مؤجرة. راح يليها إن شاء الله استلام متتالي للـ15 الباقية خلال السنوات القادمة، وأيضا هناك 8 طائرات من طراز 330 نيو أيضا، و5 طائرات من طراز A350 إيرباص أيضا، ومجموع الطائرات إلى سنة 2026 راح يكون إن شاء الله 38 طائرة. والطائرة الجديدة هي من طراز إيرباص A320 نيو، وهي الأولى من 15 طائرة من هذا النوع تعاقدت عليها الكويتية، وهي تنتمي إلى الجيل الجديد البيئي والاقتصادي من الطائرات الحديثة. مداها تصل إلى أغلب العواصم القريبة من دولة الكويت، وأيضا إلى عواصم قريبة ومتوسطة من القارة الأوروبية، وتغطي تقريبا أغلب القارة شبه القارة الهندية. تحمل أيضا قدرة على حمل حوالي 9.5 طن من الكارغو، وهي يعني تعتبر طائرة منتشرة لسبب أنها تعتبر من أكثر الطائرات انخفاضا في استهلاك الوقود. الكويتية التي احتفلت هذا العام بعيد ميلادها 65 غدت مثل عنقاء عادت إلى الطيران بعد أن كادت تنتهي وتباع كشركة تعصف بها المشاكل وتعاني من تكدس العمالة وتقادم الأسطول، لكنها وبفضل خطط طموحة تحولت من مؤسسة حكومية إلى شركة مساهمة، وتشرف الهيئة العامة للاستثمار على هيكلتها وتطويرها، وتشير أرقام الأداء الحالية إلى تحقيق استدارة كبيرة في أداء الشركة. احنا نأمل إن شاء الله مع نهاية هذا العام أن نلامس عدد 5 ملايين راكب، يعني يمكن في حدود 4,800,000 إلى 4,900,000 راكب فيما تبقى من السنة هذه، مقارنة مع ما كنا نخطط له بـ4,700,000 راكب، وطموحنا يتعدى هذا بكثير. ويبقى أن نجاح الطائر الأزرق مثل أي نجاح محاط بتحديات مختلفة، فالأجواء غدت مفتوحة والطيور كثيرة والمنافسة على أشدها، ولا بد من التميز من أجل البقاء والمحافظة على الولاء. احنا راهنا أولا وأخيرا على الراكب، أنه هو مصدر التغيير اللي ممكن تحققه أي شركة طيران. كلما نجحت في أن تثبت لهذا الراكب تقديمك لخدمات منافسة للخدمات الأخرى، وخدمات تمثل الحد الأدنى
مما هو يتوقعه من مختلف الدرجات اللي يسافر عليها، كلما تمكنت من أنك تحقق خطة عملك. خطة عملنا قائمة على 3 مبادئ رئيسية: الحفاظ على مستوى الأمان والسلامة، الحفاظ على دقة المواعيد مبدأ وهدف يعني، وخدمة الركاب في مختلف المستويات. هذا لا يمنع وجود منافسة شرسة من شركات طيران اكتسبت سمعة، وشركات أيضا بأسعار رخيصة. طبيعي يعني، المنافسة أمر مشروع في الأسواق، ويعني وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وإحنا مستعدين للمنافسة وقادرين على مجابهة المنافسة، ولا الكويت ولا الكويتية قاصرة عن أي دولة ثانية ولا عن أي شركة طيران ثانية، وإحنا إن شاء الله لدينا الكثير لنقدمه لركابنا ولعملائنا. آخر سؤال أستاذ، طموحاتكم وتوقعاتكم بالنسبة للربحية، متى تعود إلى الربحية في الربحية؟ والله إذا تسألني أنا الربحية ودي بكرة الساعة 6 الصبح، لكن طبعا لكي نحقق الربحية ونحقق أول شيء نقاط التعادل أو نقطة التعادل، عندنا خطة مالية زمنية متفاهمين عليها مع الهيئة العامة للاستثمار، تعتمد على مجموعة عناصر، العناصر هذه عمالها تتحقق شوي شوي إن شاء الله، يعني مش السنة هذه ولا السنة الجاية، نأمل إن شاء الله بالسنة اللي بعديها نبدأ في التعادل ونبدأ في تحقيق الربحية. تعد الكويت من الأسواق النشطة في مجال التجارة الإلكترونية الإي كوميرس والأونلاين شوبينج، وقد شهدت الفترة الأخيرة نموا كبيرا في نشاط التوصيل للمنازل أو الدليفري، ليس فقط في قطاع الطعام ولكن في مجال الأجهزة الكهربائية والملابس، مع تشجيع كبير من قبل المحال التجارية الكبرى لتحويل زبائنها إلى الأونلاين شوبينج. تلعب التكنولوجيا والمنصات الإلكترونية دورا محوريا في تحديد سلوكيات البشر، خاصة في مجال التجارة والبيع والشراء، وقد شهد العالم خلال السنوات الأخيرة تحولا كبيرا تجاه التجارة الإلكترونية والأونلاين شوبينج، والتي بلغ حجمها 2.8 تريليون دولار على مستوى العالم في عام 2018، ومن المتوقع أن تصل إلى 4.8 تريليون بحلول عام 2021، وأن تمثل 22% من حجم تجارة التجزئة بحلول عام 2023. ميزات التكنولوجيا أن توفر عليك الوقت، توفر عليك يعني وقت أنك تروح تشتري ملابس، في ملابس مو موجودة ببلدك تجيبها من برا، طبعا هذا الاشياء توفر عليك وايد. الاونلاين كثير منيح ومريح وبتدفع وما بتعذب حالك ولا بتروح ولا بتجي، والادوات تبعتهم سريعه يعني ممتازه يعني. Saving time, distance, اي شيء بيحتاج انك ما تطلع ما تجي صار اسهل انك تعمله عن طريق الانترنت واسرع، هذا الادفانتج بالموضوع. الديزادفانتج او الخوف انه ما يكون سكيورد. والكويت تحتل المرتبة الأولى على مستوى العالم من حيث تشبع الإنترنت، فهناك 2.6 مليون مستخدم للإنترنت من أصل 4 ملايين نسمة، ويبلغ عدد من يقومون باستخدام النت للشراء 2.4 مليون، 65% منهم في مستويات عمرية ما بين 20 إلى 37 عاماً، وتتراوح ما بين شراء الأجهزة والملابس والطعام. بيستسهل وهو قاعد في البيت، الحاجة بتجيله لحد عنده، دلوقتي الزبون ما عندوش استعداد أنه ينزل زي الأول، ينزل يروح ويقضي يوم كامل وينزل ويشتري والكلام دوت، إلا بقى في حاجات معينة، لكن أو ممكن هي تنزل تبقى شايفها على مثلا على الانستجرام أو كده، وبتنزل راح على المكان المعين في المحل المعين تمام بالمجمع المعين، وبعدين تروح تاخد حاجتها وتتوكل على الله وترجع على بيتها تاني. أسعار أحسن، أسهل، توفر وقت، وعروضهم أحلى من المحلات العادية. قيمتها بالنسبة لي جيدة لأنه أوقات بيكون في أوفرز منيحة و only through the social media، فبيكون في better prices وممكن يكون في عروض ما تبين بالمحلات العادية، لازم تكون موجودة عن طريق فيسبوك أو عن طريق تويتر أو أي application، سناب، أي شيء ممكن تكون تساعد أكثر بالموضوع. العروض موجودة في كل حاجة في كل مكان، وفيك تشتري وفيك تختار وفيك تنقي، في ما فيش بقى مكان ما فيهوش عروض دلوقتي، فيعني مش مجبرين نروح نشتري حاجة صورة. في كمان بالنسبة للي انتشرت هنا برضو ممكن موضوع اللي هي المواقع بتاعت المطاعم، فبيكون بدل مثلا ما أنزل وأروح المطعم وأجيب طلب وأطلع بسيارة وكذا الكلام ده كله، فبضطر بخش مثلا على النت
وبروح واخد الطلب اللي هو انا عايزه من الموقع اللي انا محتاجه، بيكون فيه جميع المطاعم، فبيكون اسهل برضه واحسن. والكويت شهدت انطلاق عدة منصات للشراء عبر الانترنت مثل طلبات وكارج للطعام وبوتيكات للموضة وأدوات التجميل، وكل هذه المنصات حققت نجاحات وشهدت دخول استثمارات عالمية، ونجاحها يرجع إلى طبيعة السوق الكويتي المتعطش لكل ما هو جديد. أكثر بلد فيه استحواذات قيمتها فوق المئة مليون دولار بالمنطقة العربية هو الكويت. شهدنا أول استحواذ كان لشركة طلبات ب 170 مليون، شفنا تاني استحواذ اللي كان لشركة كارج بفوق ال 100 مليون. يعني إذا بدنا نعرف إنه نقول إنه في حركة كتير كبيرة بهيدا السوق، ويمكن الأشخاص اللي عم يشتغلوا على يعني مستوى إقليمي ما عم ينتبهوا، بس في تنين عم بفيق بالكويت. وتتسابق المصارف الكويتية على تقديم كل ما هو جديد في مجال التكنولوجيا وبوابات الدفع والتواصل، ولا يمضي أسبوع بدون أن يعلن بنك من البنوك عن توفير خدمة جديدة تجعل استخدام الأونلاين والنت أسهل وأيسر. لابد من التكنولوجيا، احنا بالثانية الواحدة انت قاعد تشوف كل دقيقة شيء يتغير، فالزمن قاعد يمشي واحنا قاعد نتواصل معه، واحنا مع التكنولوجيا on the same step. فالتكنولوجيا هي اللي الحين يعني كل مكان، لما تروح مثلا كافي شوب اوكي راح تشوفهم قاعدين كل الناس، بس التواصل راح يكون عن طريق الديجيتال. ولكن التجارة الإلكترونية لا تخلو من سلبيات ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية، فهي تنهي تدريجيا على تجربة التسوق التقليدية بما تتضمنه من متعة ومشاركة اجتماعية وإنفاق. هو صراحة يعني ترجع الأول دي بتعمل حركة في السوق، شو اللي هو تلاقي الزبون ينزل مع عياله وينزل، لما قضي ان هو نازل النهارده رايح الحتة الفرنية عشان يشتري كذا، ما حصلش ما لقاش حاجته يروح المكان الفلاني، دي بتدي قوة شرائية، يعني بتدي حركة للسوق ذات نفسه. حتى لو نازلة مثلا تشتري ملابس بيقابلها مثلا ايس كريم تخش تاخد ايس كريم، حضرتك فاهمني، لكن بيقابلها مثلا اكسسوارات بتاخد اكسسوارات. لكن دلوقتي الزبون على السوشيال ميديا، هي شافت برفان على الانستجرام، عرفت المحل فين، في المجمع فين، بتنزل ورايحه له، او هو مثلا ويرجع تاني على البيت او بيقضي وقته على كده. وايا كان تاثير التجاره الالكترونيه فهي قد اصبحت واقعا، واغلب الاعمال التجاريه الكبرى تتبناها وتحث العميل للجوء اليها كمنصه تسويقيه في العصر الرقمي. وبهذا نصل الى نهايه هذه الحلقه من برنامج عين على الكويت، نراكم الاسبوع القادم في حلقه جديده باذن الله. هذا البرنامج برعاية بيت التمويل الكويتي.